السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن تنسيق جامعة الملك سلمان 2023-2024. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك الشير الاشتراك في القناة عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. جامعة الملك سلمان هي جامعة أهلية من ضمن الجامعات الأهلية المعتمدة، تم اعتمادها رسميا من وزارة التعليم العالي. هنتكلم النهاردة عن تنسيق جامعة سلمان الأهلية، وهنتكلم عن تفاصيل التنسيق كلها، وهنتكلم عن رابط التقديم في الجامعة. فما تنسوش اللايك. أول حاجة، جامعة سلمان الأهلية بتقبل الطلاب من داخل مصر وخارجها. التقديم من يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس. هيتم التقديم بشكل مباشر عن طريق مواقع الكليات. في حالة وجود أي اختبارات لأي كلية خاصة بالقدرات، فهيبتدي أن أنت تسجل في الاختبارات دي. أول حاجة، تنسيق جامعة الملك سلمان 2024. تنسيق جامعة سلمان كلية الطب البشري 75%، تنسيق جامعة سلمان الأهلية كلية طب الأسنان 74%، تنسيق جامعة سلمان كلية العلاج الطبيعي 73%، تنسيق جامعة سلمان كلية الصيدلة 70%، تنسيق جامعة سلمان كلية الطب البيطري 66%، تنسيق جامعة سلمان كلية الهندسة 65%، تنسيق جامعة سلمان كلية علم الحاسب 60%، تنسيق جامعة سلمان كلية التكنولوجيا الحيوية 55%، تنسيق جامعة سلمان كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55%، تنسيق جامعة سلمان كلية العلوم الأساسية 55%، تنسيق جامعة سلمان كلية الفنون التطبيقية 55%، تنسيق جامعة سلمان الأهلية كلية الإعلام 55%، تنسيق جامعة سلمان الأهلية كلية اللغات والترجمة 55%، تنسيق جامعة سلمان الأهلية كلية الاقتصاد والإدارة 55%، تنسيق جامعة سلمان الأهلية كلية التربية 55%، تنسيق جامعة سلمان الأهلية كلية العلوم الاجتماعية 55%، تنسيق جامعة سلمان كلية السياحة والفنادق 55%، تنسيق جامعة سلمان الأهلية كلية الحقوق والقانون 55%، تنسيق جامعة سلمان الأهلية كلية التمريض 55%، تنسيق جامعة سلمان الأهلية كلية الآثار 55%، تنسيق جامعة سلمان كلية علوم سينمائية 55%. بالنسبة كمان عشان توصل للمعلومات كلها الخاصة بالجامعة عن طريق التسجيل في موقعهم الرسمي، الموقع الرسمي ده هسيبهولكوا في صندوق الوصف عشان تقدروا ان انتوا تتواصلوا معاهم وتقدروا تعرفوا منهم اي حاجة انتوا عايزينها. جامعة الملك سلمان ليها فرعين، فرع في راس سدر وفرع الطور. طبعا لو في اي تفاصيل عايزين تعرفوها اكتر، بمجرد الدخول على الموقع الرسمي للجامعة الموجود في صندوق الوصف هتقدروا ان انتوا تتواصلوا معاهم وتعرفوا كل حاجة عايزين تعرفوها. كده احنا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو في اي اخبار جديدة هتلاقوها هنا في القناة، فما تنسوش اللايك الشير الاشتراك في القناة عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. ومع السلامة.